ألف مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا باشا. في حاجة تانية؟ والحقيقة يعني في خير، يعني موضوع كده خاص سري. سري؟ سري ازاي يعني؟ حاجة كده يعني بيني وبينكم يعني. الله ما تتكلم على طول يا عم عادل. يا الله، احنا خلاص ما بقاش في بينا الكلام ده. اللي انا عايزكم تعرفوه كويس ان انا مش ضعيف ولا خرع زي عزام وعنتر الله يرحمه. ونصيحة مني ليكم يعني ان انتوا تتعاونوا معايا زي الباشا مال، ده هيبقى لمصلحتكم ومصلحتي انا كمان. معلش يا عدي بيه، ممكن توضح اكتر؟ تعالي، انتوا ما تعرفوش ان عزام وعنتر كانوا بيدفعوا لي نسبة من جملة ارباحهم. اشمعنى يعني؟ يعني نظير ان انا المحامي بتاعهم، بشف على عملهم وبصوم مصالحهم. ماشي، مفيش مشاكل عدل بيه، تحت امرك. انا كنت واثق ان احنا هنتفق وعمرنا ما نختلف. طب والنسبة دي يعني تطلع كام كده؟ 33% من جملة ارباحكم. كام يا اخويا؟ مش كتير شوية عدل بيه؟ بالعكس، ده نظير الخدمات اللي ممكن اوفرها لكم، والكلام الكويس اللي ممكن اوصله للباشا يبقى اكتر من كده بكتير. على فكره انا عمري ما كنت طماع، بالعكس انا بحب الشباب اللي زيكم، بحب اشجعهم. عشان كده انا هعمل لكم خصم، هخليها 25%. قلتوا ايه؟ ماشي، مفيش قول بعد قولك يا عدلي بيه. كده يبقى احنا متفقين وكل شيء واضح بينا زي الشمس في عز الظهر يا باشا. تعجبني. شوف يا ميسة، انا وانت كنا ضحايا العدلي. انا اتسجنت 7 سنين وانت اتسجنت معاه 7 سنين كاملين، من احلى ايام عمرنا. واظن جه الوقت اللي لازم ناخد بحقنا منه. انت ناوي على ايه يا صلاح؟ ناوي اشربه من نفس الكاس اللي شربنا منها زمان. المرار اللي عشته 7 سنين في السجن والمرار اللي انت عشتيه معاه 7 سنين لازم يدفع ثمنه غالي وغالي قوي. بس عدلي مش سهل زي ما انت فاكر. ده لو شك ان في حاجه بينا مش هيرحمنا، ولا انا ولا انت. يا ميسة، يا ميسة، احلى سنين عمرنا ضاعوا بسبب عدلي، وده حرام. وحرام كمان سنين عمرنا اللي جايه تضيع بسبب عدلي. انا لازم امشي، عدلي زمانه رجع بيتي. صلاح، ميسة، فكري في اللي قلتهولك كويس وانا هبقى اكلمك. فتحي،
يا فتحي انت هدف؟ ايوه سعادتك باشا. ساعة كنت؟ كنت فين؟ كنت بجهز الغدا سعادتك. جهز السفرة واطلع عند المدام مايسر. المدام مش موجودة يا باشا. يعني ايه مش موجودة؟ خرجت سعادتك. ايش راحت فين؟ لا سعادتك ما قالتش. كنت فين يا هانم؟ خرجت شوية. ما أنا عارف إنك خرجت. خرجت رحت فين؟ أبداً، كنت عند ماما. إشمعنى؟ ما أنا قلت لك قبل كده يا عادل إن ماما كانت تعبانة ولازم كنت أعدي عليها في البيت، ولا هو بقى حرام إن أنا أزور ماما؟ لا لا حرام ولا حاجة، بس المفروض قبل ما تخرجي تستأذني مني. ما هو حضرتك ما كنتش موجود علشان خاطر استأذن منك، ولا المفروض عليا كنت اقعد استناك والبس واجهز واستنى حضرتك لحد ما اتشرف عشان اخد منك الاذن الكريم. ايه اللهجه اللي بتتكلميني بيها دي يا مايسة؟ انا اسفه يا عدلي. مايسة 100 مره قلت لك قبل كده لما اكون بكلمك ما تدريش ضهرك وتمشي قبل ما اخلص كلامي، مفهوم؟ حاضر يا عدلي، اتفضل خلص كلامك. لا مش هنتغدى مع بعض ولا ايه؟ لا انا ماليش نفس، كل انت عن اذنك. شدوا حيلكم يا رجاله، خلونا نروح بقى من الغرفة في داهيه. ايه الاخبار يا بركه؟ فل الفل. محاربي فين؟ راح مشوار، حصلنا على المعلمه انشراح. مشوار ايه ده؟ اهو مشوار كده بيربط الحبال السايبه. يا عم عنتر عامل ايه؟ حربي اللي انتوا بتعملوه ده غلط وغلط كبير. لو الباشا الكبير علم بيه مش هيرحمكم. تخافش علينا يا عم عنتر، كل اللي بيحصل ده بأوامر الباشا الكبير، وأوامره لينا نخلص من عزام وعنتر. عزام خلصنا منه بقى الله يرحمه، ما فاضلش غيرك. جاي تقتلني؟ انا لو كنت عاوز اخلص منك كنت قتلتك امبارح بالليل في العوامه ورميت جدتك في النيل. بس بصراحه ما قمتش عليا. اي مكان برضو احنا بنعيش وملح، والعز اللي احنا فيه ده انت واحد من اسبابه، والنادل بس هو اللي ينكر ده، واحنا مش قدها لعم عنتر. قصدك ايه؟ انت بلدكم في الصعيد مش كده؟ اسيوط مركز البداري، بلد اسمها العتمانيه. امسك. ايه دول؟ انا هقوم اوصلك دلوقتي الاول للطريق هنا، ومن هناك تاخد اي مواصله ترجع بيها بلدكم في الصعيد. عايزك تختفي هناك، غير شكلك غير اسمك، المهم اياك ترجع القاهرة هنا تاني. عايزك تختفي من على وش الارض. عنتر الشندويلي ده بح، كان في منه وخلص، فهمني يا عنتر؟
انت اللي فاهم يا باشا. الكبير اللي بيعرف انك انت هربتني هيسكت؟ لا، هيفضل ورانا احنا التنين لحد ما يقتلنا. انت ما بتعرفش الناس دول يا حربي، ما تعرفهمش. دول مفيش في قلوبهم رحمه. محدش بيدور على ميتين يا عم عنتر. انت بالنسبه للباشا الكبير دلوقتي اتقتلت امبارح بالليل في العوامه وترمت جتتك في النيل، وزمان السمك اتعشى بيك وحبس. انت قلت له كده؟ يلا يلا بينا نمشي من هنا، الدنيا قربت ليل واللسه اتطرى عليا وعليك.